هل تدخن؟ هل أنت قلق على صحتك؟ وفقاً لوزارة الصحة الأسترالية، التدخين يقتل ما يقدر ب 15,000 أسترالي سنوياً. ونحو 1 من 5 من كل وفيات السرطان في نيو ساوث ويلز ترجع إلى تدخين التبغ. هل تعلم كيف يمكن أن يؤثر عليك التدخين؟ الإقلاع عن التدخين يمكن أن يكون صعباً، ولكن يعد واحد من أفضل الأشياء التي يمكنك القيام بها لتحسين صحتك ولصالحك ولتقليل خطر الإصابة بأمراض كأمراض القلب والسكتة والعديد من السرطانات، بما في ذلك سرطان الرئة، أمراض الجهاز التنفسي والالتهاب الرئوي. والعمى: المدخنون 2 إلى 4 مرات أكثر عرضة للإصابات بنوبة قلبية. احتمالية أن يدخن أطفال المدخنين هي ضعف الاحتمالية لأطفال غير المدخنين. عن طريق الإقلاع عن التدخين يمكنك أن تكون مثالاً لأطفالك والمجتمع. من خلال الإقلاع عن التدخين سيوفر المدخن العلبة الواحدة في اليوم ما يقارب $7,000 كل عام. لماذا تقلع عن التدخين؟ الأمر يستحق ذلك حتى ولو كنت تدخن لفترة طويلة. كيف تقلع عن التدخين؟ ابدأ رحلتك للإقلاع عن التدخين كلياً اليوم. للحصول على الدعم الاحترافي والمشورة للإقلاع عن التدخين من مستشار، اتصل على خط الإقلاع عن التدخين 1-300-78-4803. إنها خدمة هاتفية مجانية وسرية لمساعدتك في محاولة الإقلاع عن التدخين. في خط الإقلاع عن التدخين تتوفر خدمة متعددة اللغات باللغة العربية، الصينية والفيتنامية. يمكن لمجموعات اللغات الأخرى الوصول إلى الخدمة باستخدام خدمات الترجمة والترجمة الفورية. للحصول على مزيد من المعلومات والأدوات والمشورة من مجتمع من الداعمين لمساعدتك على الإقلاع عن التدخين، توجه إلى icanquit.com.au. المعدات متوفرة أيضاً بالعربية، الصينية والفيتنامية.